بسم الله الرحمن الرحيم وصباح الخير الناس الكل. باهي توا ما عادش وقت نتاع واحد يبخون كونسيديراسيون شنو الناس تحب تسمع وشنو الناس ما تحبش تسمع وشنو الاحاسيس نتاع الناس وشكون اللي باش يتغشش وشكون اللي ماهوش باش يتغشش. توا وقت نتاع تتقال كل الحقيقه، يتوجع اللي يتوجع وما يتوجعش اللي ماهوش باش يتوجع، هذه كله حاجات جزئيات. توا البلاد مستحقه بالحق كلمه الحق حتى ولو كانت توجع. اللي نحب انا نقوله لكم هو الناس اليوم ماهيش راضيه بمهدي جمعه. انا نحب نقول لكم اش دخلكم اصلا انتوما للحوار؟ النهضه ما كانتش تحب تتحاور، الترويكا ما كانتش تحب تتحاور، لحلحتوا بها اخويا فهمتني وعملتوا اللي ما يتعملش، باش جبتوا النهضه للحوار وباش رضات سيادتها عليكم وباش دخلت للحوار. بعد ما دخلت للحوار اللي انتوما حبيتوا عليه ومشيت هي بقواعد الحوار ومشيت بالقوانين بتاع الحوار، كي طلعت خويا مهدي جمعه ما هوش ضد القانون، هذا هو الحوار اللي انتوما تحبوا عليه، صارت حاجه مش قانونيه ما جبتوها للحوار ولا هذا هي سي لو فخوي سي لو ريزولتان تاع الحوار. خويا جبت لكم مهدي جمعه تحط تو سامبلومون، علاش تتشكيو وتتبكيو يا اخي؟ اليوم كي قلنا لكم اللي الحوار من الاول ما لازموش يصير، الكلكم قلتوا لي الحوار الحوار وبجبوج والعباسي وعنا ثقه عنا ثقه، وطلع لكم خويا اليوم مهدي جمعه. اسكتوا ما تتكلموش، الناس اللي قبلت بالحوار اليوم تسكت، ما عندهاش الحق تتكلم، تشد باب وشتها وخلي خويا الناس الرجال والنساء والاحرار واللي يحبوا تنسى صحيه اللي تتكلم. الناس الوحيده اليوم اللي عندها الحق تتكلم وعندها الحق ما تقبلش باللي قاعد صاير هي الناس اللي ما قبلتش بالحوار، مش الناس اللي ناديت للنهضه ولحقت بها باش جابتها الحوار وكي طلعت من بعد الريزولتا ولا وقال لك لينا احنا ماهيش عاجبتنا. انتوما اللي ساهمتوا في تدمير تونس، انتوما اللي ساهمتوا في تدمير تونس وخرابها في اللي وصلنا فيه اليوم بموافقتكم وايمانكم بحزابكم اللي هي كوم كوبس خرجكم من الفينجا اللي هي زاد اليوم تتشكى وتبكى من مهدي جمعة. دونك يزيونا بلا بكا وشكي ولا اغلبيه صامته ولا عبيد اللي مع التبل تعل واللي نهار الكل قاعده في فيسبوك وهي تسخر روحها تحكم في تونس وهي اللي دمرت تونس بحزابها وبانتمائاتها الحزبيه الفاشله على حساب تونس. به نحب نقول حاجه واحده اخرى، نفس الغلطه قاعده تتكرر، دخلت الناس في اللعبه نتاع الانتخابات نهار 23 اكتوبر وقت اللي ثم حزب ارهابي ظاهر من الاول عنده الترخيص باش يدخل في الانتخابات. دخلت الناس في الانتخابات طلعت حزب حركه النهضه ولا تشكي وقال لك ليه كيفاش النهضه تربح؟ يا اخي قلنا لكم زيد كيف كيف اللي قبل الانتخابات راهو لازم حركه هذيا ما عندهاش الحق في المساهمه والمشاركه في الانتخابات، علاش؟ على خاطر ظاهر حزب ارهابي، حزب ما يتعطلوش الترخيص هذايا. دونك ديما نفس الغلطه، تعطيو ثقه انتوما لاحزابكم وتعطيو ثقه لواحد بعد وتمشيو في الثنيه اللي انتوما حبيتوا تمشيو فيها، كي يطلع الريزولتا ما يعجبكمش توليو لي هذايا ما يساعدناش وهذايا ما نحبوش وهذايا سي دو سويت. يا اخي نحب نقول لكم اخر حاجه، طلع مهدي جمعه حتى كان طلعت حكومه نتاع ملايكات نجيبوا دي زونج جارديان يحكموا في البلاد راه حتى شيء كان مش يتغير، ومهما كان الاسم في بلاصه مهدي جمعه حتى شيء ماهوش يتغير ما دام موجوده حاجه اسمها المجلس التاسيسي. على خاطر انت كان عندك حكومه نتاع ملايكات، الملايكات هذيك يجيو باش يعمل لك اروع واقوى واحسن واعز المشاريع وباش يحقق لك اهداف الثوره يا سي دو سويت، لازم المرجعيه تكون في المجلس التاسيسي باش يصادقوا عليها اللي هي ترويكا عندها الاغلبيه ما تصدقلكش عليها ونرجعوا لبوان روتور وبوان زيرو. يا اخي راهي النهضه باش تحكم فينا من هنا لقيام سيدنا عيسى، كان ما تفيقوش على رواحكم وتنحيوها الانتماءات الحزبيه نتاعكم، وكان ما تفيقوش وتعرفوا الحاجه الوحيده اللي لازمها تتحل وتتنحى هي المجلس التاسيسي، من بعد يتم تعيين حكومه اخرى وتعيين حكومه جديده باش نجموا بالحق نحن نقدموا بتونس، راهو فعلى الدنيا السلام. وكالعبيد اللي تعرف كان تبكي وتشكي تمشي تطبع في حركه النهضه تطبع في احزابها وبعد كي يغلطوا يحبوا يوليوا هما الابطال وهما اللي يركبوا على الاحداث، هذه الحكايه لازمها توفى. وهذايا نداء للاحرار، نداء للصحاح الكاسحين التوانسه، خويا لازم برجوليه من الاخر على الاخر، لازم احتلال الشوارع. لا نعطيه للحكومه وقتها، لا هذايا قال لك جاي باش ينحي لا رشوه لا واحد. يا اخي انا مانيش مشكلتي مهدي جمعه الشخص هذايا لاني باش نحكم عليه لا بالبي لا بالخير، نسيب عليه نسيب زايد ما يهمنيش. انا نعرف اللي حتى يبداشي انسان ملايكه باش يشد الحكومه ما دام وجود المجلس التاسيسي راهو حتى شيء ما هو باش يصير، ولا اللعبه كلها في حركه النهضه، لازم اسقاط وحلين المجلس التاسيسي ومن بعد نوليو نحكيو على الحكومه ومن بعد نوليو نحكيو على اصلاح الوطن. والسلام عليكم وان شاء الله بركه فيق، وان شاء الله 2014 وعبيد مازالت راخده تهز فينا للغلاط وبعد يوليو يبكيو ويشكيو وينتقدوا. انت شكون عندكم الحق تنتقدوا؟ انت انتوما اللي هزيتوها تونس للفينجا، يقبلوا الحوار ومن بعد ما يعجبهمش الريزولتا بتاع الحوار. السلام عليكم.